سيتي نورمال بان فرمولي جديد غادي يلعب بالثقل ديالو، سجل هدف ديال التعادل ثم هدف من ضربة جزاء. دونك الشوط الثاني يعني قمنا بعض التغييرات يعني من ناحية ديال الجمهور ديال اللعابة، دونك فريمون يعطينا مرات باش كنتعادلو الفراج، مي حنا كنتعادلو بمنتهى الاكثر. دونك سجلنا هدف ديال جوج ديال جوج الثلاثة، وبقينا كنقلبو على الهدف ديال التعادل، وتحتنا فرصة في الأخير، جوج ديال الفرص في الأخير كما قلت كنسجلو من الهدف، ولكن كتبقى على العموم مباراة كانت كبيرة. فأهم شيء هو اللاعب، فرحان اللاعب اللي دخل عطاو لي بلوس، سيتي يعني هاد اللاعب اللي دخل التغيير ديالهم عطاو لي بلوس الفرقة وسجلنا هدف ديال 3-2. فعلى العموم يعني أنا راضي على العطاء ديال اللاعبين، كنتظن أن إن شاء الله في المستقبل، لأن هو هي ديجا الجمهور كنبقاو نشوفو في الإكسبيريونس، مي كيما قلت في الأول فيعني كنا على الأقل ناخدو واحد المباراة، ناخدو واحد نقطة واحدة من مدينة وجدة ونخرج للفرق من مدينة وجدة. على العموم يعني ما كنكونش أخطاء يعني فردية، قد ما كنكون عارف حتى موقع ديال اللاعبين يعني ندير لي كولوار سيرتو اللي كانوا لي كونسيبت كيعطيو لي زيكسامبل ديالنا أنني نرجعو مع لي بيسبون ديال سيرتو مع لا مع ديال لا مع المباني ولا مع اسمو اللي كان في الكولوار. دونك كان الموبي بلاسمون اللي كانت كتعطي لي اهم شيء هما كانش كيقلبوا لا فيرتيكال اللي كانوا كيلعبوا، يعني كتبقى عندهم الكره كتبقى شويه ديال لاباسيون سكور، ولكن كتكون عندنا الكره هو هذاك ديال من التحول ملي كياخذ الكره الفرق مدير وجديه تما فين كانوا كيلكو ديشي اللي كان عندنا بلونجيين فوق ناخذ الكره، يعني عندنا دي جوار رابي لعبوا في الطرف ديالهم. اشتغلنا في الشوط الثاني كما قلت لك تيفينا عطينا دي كونسي لعابه غير فوق ناخذ الكره، لانه الفرق مدير وجديه تكون كتكون عندها لابوسيزون تكون هاجم يكونوا يعني اللي من اي كارتين زان تبع محلولين يعني لعبوا لهم في ذاك الفلوب يعني ينفعوا ناخذوا الكره لعبوا لهم في العرض وسجلوا الهدف ديال 3-2. كنظن الكره راه هي هذه بارفوا يعني حتى الجمهور يعني خاصو الاولى ولا بريباراسيون مونتال سيتو ملي كتقول لهم اون ايكيب جود دي جوار اللي يلاه لعبوا ما عندوش ليكسبيرونس بزاف ذاك يعني ملي كل لو طون فور ديال فريق الخصم خاص هذيك الساعه كتكون عندنا الدراري اللي عندهم ليكسبيرونس كي اسيريو ذاك ولا كي اسيريو ديك لابريسيون ديال لادفيرسير.